ديالك الكلوتين في حياتك؟ انا مده ديال 7 سنين هذه يتيم داري بوحدي، خصني نقلب على فطوري غدايا عشايا المعيشه اليوميه. هذاك الشيء اللي ما كانش عندي كان مرض، يعني الماء قلنا اصلا ما نخرجش نشوف شي حاجه، حيت الا جاك الجوع خصك تاكل، تشيتي قهوه خصك تاخذها، جاك الوسخ خصك في الحمام تغسل دير شي حاجه. منين ما كتقهر هذا الشيء ما كاينش كنحشم نطلب، ما كنقدرش نطلب حيت لا العائله لا صحابي لا والو ما نقدرش نقول شي واحد عطيني. اذا كان مرض كنقول له مر فراش الناس، يعني الناس هو اللي كيشكل الكروتين والصرف ديالو والفلوس المعيشه. نرتاح فيه وي كنرتاح فيه، الناس كنرتاح فيه. منين كنفكر عاوتاني الكرا والضو ما تابعيني كنوض خصني ندبر على 20 درهم 25 درهم في النهار نحطها واخا نبقى بلاش باش نخلص كرايه وضوي ومايا. العفو. ما هو الشيء اللي كيشكل لك الروتين في حياتك؟ في حياتي بصفة عامة يعني ولا غير حياتك اليومية؟ والروتين الشيء ما نقول غير المواصلات والترحيل وذاك الشيء. الشيء اللي كيشكل لك الروتين في حياتك؟ يعني وشنو عراقيل السير ولا شنو؟ عراقيل السير مثلا ولا الصباط بزاف وفترة طويلة، انت باش تكون ماشي محل ياخذ معك 10 دقائق انت ممكن تصله في ساعة ولا ساعة ونص. فده روتين ممل جدا جدا ودائما يوميا يعني ما عنده معالجه، ما قاعد يتعالج. بالرغم من انه نحن نقول شرطه المرور هي خدامه ودايره الشيء اللي عليها. هي المال اللي ما كاينش الخدمه، الخدمه ما كايناش في المغرب، هي اللي كتشكل عائق في حياتي هي الخدمه ما كايناش في المغرب. واش بالنسبه لك هذا العائق اللي بالنسبه لك انت، واش كنت عند الشباب الاخرين ولا عندك غير انت؟ بحالاش؟ هذا العائق ديال ما كايناش خدمه، واش عندك غير انت ولا عند باقي الشباب؟ لا عند شباب كنعرفهم عندهم المصدر عندهم الاجازه وما خداميش، وكنعرفهم صحابي قراو معايا وما عندهمش ما خداميش الحاليه ما خداميش. في نظرك علاش ما خداميش؟ ما خداميش حيت البلاد عمرات لي زافريكان بزاف هما اللي اثروا علينا شويه وخلاو الشغل نقص منا مثلا ديال الشعب المغربي كله كيتشكى ما كاين لا خدمه لا والو بطبيعه الحال هادشي هو اللي كاين. شكرا تبارك. شنو هي الحاجه اللي كتشكل لك روتين في حياتك؟ هي القرايه. علاش؟ حيت القرايه هي اللي كندير ترونسبور حاجه عاديه كتبقى تعيشها دائما وصافي. واش كتبان لك المستوى الدراسي عندنا زوين في المغرب؟ شويه على حساب. شنو خاصه؟ حساب فيليير اللي انت دايره. شنو دايره انت؟ انا دايره لا جيستيون دي زونتربريز. يعني كيبان لك الدومين فيه فرص شغل فيه؟ هي الدومين مزيان. القرايه حتى انا ولكن ماشي القرايه زعما لي زوشوز اللي كنقراوهم اللي كيشكلوا لي روتين، مي نفس الباركور كيتعاود كل نهار. كل نهار كتاخذي ترونسبور، ماشي غير ترونسبور واحد، بزاف ديال ترونسبور باش توصلي تقراي. انا كنقرا في لافاك عندي اوموا كناخذ 4 المرات كنركب في النار، راسي كيضرني دو ترونسبور. يا اما تنهود هنا المدينه وكناخذ طرام سينا وكناخذ تاكسي بيض لسيدي معروف وكناخذ تاكسي احمر ولا تنمشي على رجلي. هادشي كيملك يعني، ماشي مع الوقت ما كتبقايش تقدري تمشي لافاك شاك جو، فهمتي يعني؟ صافي كتقولي غنفيق مع 6 الصباح باش نوصل مع 8 ونص بزاف صافي ما كنبقاوش نمشيو، ماشي ديما كنمشيو. واخا انت هي دابا في المحل فاش كنبقى خدام بزاف. واش خدام؟ فروليس كنديرو داكشي ديال الورد وداكشي فهمتي. فاش كتبقى خدام بزاف خدمه كل نهار ما كنبقاش نورمال فهمت. من غير هادشي عندك ديما الجديد؟ من غير هادشي ديما خوك هو الجديد. شكرا تبارك الله.